وحده مفتشه هذه بون اسمها والله نسيت وما حكمتوش، تاع مختصه في هيكله التربيه والتعليم، حاجه هكذا يعني، حاجه خشينه اخو. اقترحت، اسمعوا مليح واش اقترحت. اقترحت الطور الابتدائي ولا السنه الاولى نعود نديروها في المساجد. على جلسة داير لايف اليوم انا، ومادا بيا الناس تعيط نسمع الراي تاع الناس. على بالكم باللي في دولة تحترم نفسها سو سوار الي اريتي درك درك وتدخل بور اوت ترايزون ويتم معها البحث مع من تخدم دابور فونكسيونير ديتا مادام في المفتشية مادام في المس... اها ما تسبش يا فارس. مادام في المفتشية العامة ولا في المينيستير ولا اكسترا سي كادر سوبيريور دو لا ناسيون. ديجا حنا المنظومة التربوية نتاعنا كي نشوف خليقتها وهي مغنسة هكاك نكره حياتي. الور في المساجد شيوخا في الابتدائي رانا نشوفو فيهم تحسب روحك في وقت قريش و تسنى غير الجمل اللي يفوت دركا خلاص صحة صحة المساجد. لو مينيستير تاع ليدوكاسيون دا خوانجي واش حابين هاد الناس، واش حابين يديروا بولادكم، واش حابين يديروا بولادكم. على بالكم بلي الحيوان ويغير على ولادو الحيوان، بصح الشعب اللي عندنا هذا ما فهمتش ما فهمتش. هل تربى منذ 1000 سنة وحاجة على الدل، ولا له طبيعة تانية الدل والهوان؟ حتى من الدين تاعنا ضربت المسكنة والدل، لكم على بالكم على من. ما فهمتش. En France, les enfants font du catéchisme avant l'école. Qu'en dis-tu? Wallah. Où est du catéchisme avant l'école? La rete sa cour catéchiste l'école. Ni la maternelle, ni ailleurs. Bessah, les écoles chrétiennes, kainin. C'est des écoles privées. Kainin, des écoles catholiques. On zid ngoulik haja a Jazairi fhal. Les écoles catholiques, hnaya. Tقدر تمركي فيهم بنك وهو musulman وما يحضرش الكور تاع الكاتيشيزم. ما كانش منها الحكايه هادي، انا عايش هنا ماشي حكاولي. نو كاين دي زيكول، اليهود عندهم دي زيكول تاعهم بريفي تاعهم ودراهمهم، المسيحيه عندها ليكول، ليجليز كاثوليك عندها دي زيكول تاعها، داير برسك ما تطرلكش من البلاصه باش تكون في علمك. وي مي ليكول بيبليك لا لا، من لا ماترنال ولادي داروا لا ماترنال داروا الواحد، بنتي لحقت الجامعة يا با كاتيشيزم خالي ما تغلطوش الناس بزاف. قصدها ان يحفظ 60 ويدخل للمدرسة. هاي وشي على يحفظ 60؟ هل الله عز وجل طلب منا نحفظ 60؟ بون ما ندخلوش في الامورات الدينية. المهم وش حابة دير بولادكم؟ وش هو المستقبل اللي راكم تشوفوا فيه؟ انا قلت لكم الحراك مات، الحراك مات الله يرحمه، ما كان لا حراك لا عمر بولف كان. ديجا على باز الحراك حشوها له الناس اللي تاق فيهم الحراك برك، هادو هما اللي كلحوه. وين هما دركا؟ ما راهم مقاومين، ما راهم يهضروا، ما راهم في الحباسات، لي بونسيون تاعهم ما حبسوش، وراهم قاعدين يستناو الفوفر تعاود تجي كاش عفسه كيما قالوا تقطع البندير تفرقوا المداحه سي بون. طب لهم دوك يعاودوا لي يشطحوا بكل واحد يجيك عليها نحيا عليها نموت، واحد يجيك من هيه لا ديموكراسي، الاخر يجيك من هيه يتنحاو كاع ويصوتي معاهم كي الصطاد. دركا انا بور موا انا بور موا شنو نقولكم، لازم التوعية تكون عامة وشاملة يعني، والناس اللي عندها الوعي
لازمها تعرف بعضها، لازمها تخلق هي بين بعضها كيما نقولوا حنا دي سيركل دو بونسي دو ريفليكسيون. دي سيركل دو بونسي دو ريفليكسيون سي سكون ابل لا فورس باسيفيك تو سامبلومون. وحده كيما هذه تحكم في منظومه تربويه تاع اولادكم، الرئيس اللي جبتوه اللي فوتيتو عليه كي كنت نقول لكم احرقوا لي بيرو دو فوت وليت انا عنفي، جاب لكم ابو جرار سلطاني، جاب لكم ابو جرار سلطاني نوتر فرير فريد قال لكم كندا يا ليكول اسلاميك بور ابراندر العرب اي تا لو شوا بور ابراندر الاسلام او با مي لو بروغرام اي كنديان. وي كيما ليكول كاثوليك هنايا ناس لازم تفهموا احنا ماناش ضد الاسلام، الشعب الجزائري مسلم، انا مسلمون، احنا كل مسلمين بور لا بليبار، ونقبلوا الاقليات اللي في وسطنا اذا كانوا يهود ام نصارى، ونقبلوا الناس اللي تقول لك انا ما نامنش، ما عنديش مشكل، لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. برك الناس هادو يبعثوا لكم في دي ميساج، تبوا نبعث لكم ميساج الخطره هذه مربب خلاص، جاب لكم ابو جرا سلطاني. ابو جرا هذا حوزوه بلاص دار ريبوبليك في لي ديبي، هرب يجري في المترو بالسبان والبزاق في وجهه. على بالكم بلي ابو جرا سلطاني سي لو سيمبول نتاع الخبط، نتاع الخماج، نتاع الخداع، نتاع النفاق، ما تتخيلوش ما تتخيلوش. Pour nous déjà, il figurait avant, fait une liste pour passer les tribunaux révolutionnaires. Allah ghalb men chadj tawra. Mais on l'a, huwa w nas ma'a hatina pour passer les tribunaux révolutionnaires. Donc en public, procès en public, on met juste la demi-journée où yuhkem alayh fih. I'adatan al ahkam chouya qasiya. واش راح نقول لكم دركا؟ شوفوا فكروا خموا، هاو جاي رمضان ان شاء الله يدخل بالبركه ان شاء الله على الجميع. سامبول تاع الكوافا فارق وي توتافي، الاسعار راح تكون طالعه في السماء. الجزائر عندها امكانيه دركا باش تفوت الازمه هذه، وعندها امكانيات كبيره درك، وراح تكون عندها امكانيات اكبر مع الازمه هذه الاوكرانيه الروسيه اللي كانت قدرت تستغلها. ما نقولكمش انا كيما البقوق والغاز وماشي الغاز، الغاز ما عندناش كاباسيتي دو برودكسيون، يفو انفيستي في لي كاباسيتي دو برودكسيون، عندنا الغاز، عندنا الغاز بزاف، عندنا الغاز بزاف، اي برينسيبالمون لي جيزمون تاع لو سود، لو سود ويست، لي جيزمون تاع لو سود ويست سي دي جيزمون اونتر حنايا اي برينسيبالمون لا موريتانيا.